جرس المصارف يدق الدولار ب1450 دينارا، والكاظمي يفسر ما يحدث عملية قيصرية. وزير المالية يتوقع نشاطا للقطاع الخاص بعد تغيير سعر العملة، ومستشار الكاظمي قلق على ذوي الدخل المحدود. الإصلاحات المؤلمة بدأت، العراق يخفض قيمة الدينار 20% ولا تلاعب بالرواتب حتى الآن. وفي البصرة متظاهرون غاضبون من تأخر رواتبهم يقطعون الطرق المؤدية إلى المنشآت النفطية. تفصيلات النشرة، أهلا بكم. وجه البنك المركزي العراقي توجيهاته إلى المصارف الحكومية بشأن اعتماد سعر صرف الدولار وبيعه. وبحسب وثيقة حصلت عليها يو تي في صادرة عن دائرة العمليات المالية، فإن السعر الشرائي من وزارة المالية بلغ 1450 دينارا، على أن يباع للمصارف بسعر 1460 من خلال نافذ العملة، ومن ثم تكون التسعيرة النهائية 1470 دينارا للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن العراق أمام خيارين، أما انهيار النظام السياسي وفوضى عارمة، أو عملية قيصرية للإصلاح تنقذ البلاد من منزلق وشيك. وفي بيان أورده مكتبه الإعلامي، ذكر الكاظمي أنه أول المتضررين من الموازنة المقبلة، فضلا عن أنها ستكون محل انتقاد، مضيفا أنه كان بإمكانه الترشيح للانتخابات وخداع الناس، لكن ضميره لا يسمح بذلك بوجود ثالوث السلطة والمال والفساد. هذا وقال وزير المالية علي عبد الأمير إن ذهابنا إلى رفع سعر الصرف لن يؤثر على ذوي الدخل المحدود. علاوي وفي مقابلة متلفزة أكد أنه إذا لم يتغير سعر الصرف فإن احتياطي البنك المركزي سينفذ بعد 6 أشهر لا سيما، وأن العراق يعاني من سعر صرف مرتفع أضعف قدرة البضائع على التنافس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشجع القطاع الخاص على الإنتاج والتصدير، وهي جزء من خطط الإصلاح الاقتصادي لموازنة 2021. بالمقابل، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المالية مظهر محمد صالح إن المتأثر الأكبر من تخفيض سعر صرف الدينار هم ذوو الدخل المحدود والفئات الفقيرة. تصريحات صالح جاءت في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، أكد فيها أن تخفيض سعر الصرف في اقتصاد ريعي كالعراق ذو صلة مباشرة بتمويل الموازنة العامة للدولة، وهو يمثل في جوهره وسيلة تضخيمية، مستدركا بالقول إن التخفيض له آثار إيجابية لحامل الثروات الحقيقية على حد تعبيره. إذن قصة الدولار هي شغل شاغل للشارع هذه الأيام، ووسط الأخبار والتوقعات المتعلقة بهذا الموضوع، يسلط التقرير التالي الضوء على كيفية تحديد سعر الدولار وأسباب الارتفاع الحاصل والمقبل. وسط زحمة أخبار الدولار، يتساءل المواطن من الذي يحدد سعر العملة الأمريكية في العراق، ولماذا ارتفعت وسوف ترتفع أكثر؟ منذ عام 2008 تبيع وزارة المالية الدولارات المقبوضة من بيع النفط إلى البنك المركزي بسعر 1182 ديناراً للدولار الواحد، فيبيعها البنك المركزي إلى المصارف بسعر 1190، ثم تبيعها المصارف إلى مكاتب الصيرفة بسعر 1200، والأخيرة تبيعها للأفراد بسعر 1210. هذا السعر بقي ثابتاً تقريباً لنحو 12 عاماً، ولم تطرأ عليه سوى تغييرات طفيفة تفرضها ظروف السوق في بعض الأحيان.
الآن قررت الحكومة رفع سعر الدولار بداعي تغطية العجز في موازنة 2021 وتصحيح مسار الاقتصاد العراقي المضطرب. وفق هذه الخطة ستبيع وزارة المالية الدولار ب 1450 ديناراً إلى البنك المركزي. حتى الآن لم يحدد تسلسل السعر في تناقلاته من البنك المركزي إلى الأفراد، لكن الأكيد أنه سيصلهم بأكثر من 1450 ديناراً للدولار الواحد، لأن كل حلقات التداول تسعى إلى الربح من بيع الدولار. أهل الاقتصاد منقسمون بين مؤيد ومعارض لهذه الخطة. المؤيدون يرون فيها ضرورة لتصحيح كثير من الأخطاء ولو بوسائل موجعة، أما المعارضون فيعدونها طريقاً إلى ارتفاع الأسعار وتضرر الشرائح المتوسطة والفقيرة وتفاقم المشكلات المعيشية. ومن بغداد ينضم إلينا الباحث في الشؤون الاقتصادية سيد حسن الأسدي. بداية أهلا ومرحبا بك. إذن بعد تخفيض قيمة الدينار العراقي سيد الأسدي، يعني هل نتوقع إجراءات أكثر قساوة تقول الحكومة بأنها تأتي بهدف الإصلاح؟ تفضل. نعم، مرحبا بك سيدي وبالمشاهدين الكرام. تعبيرك أن قساوة ربما تعبير صحيح، لأن هذا الإجراء ما كان المفروض أولا أن يكون مجردا بدون إجراءات أخرى إصلاحية، أو أن يأتي في هذا الوقت، في هذا الوقت المتعصب. للأسف هناك مشكلتين لدى الحكومة العراقية وإدارة الدولة. أولا، هي ما استطاعت أن تبني ثقة مع المواطن العراقي بحيث يثق في قراراتها، وللأسف هاي الثقة مفقودة، ولذلك أي إجراء وإن كان ربما بعض إجراءاته صحيحة هو سوف يأخذ رد فعل سلبي لدى المواطنين بصورة عامة، وكذلك لدى وسائل الإعلام. النقطة الثانية، أن إجراءات الحكومة الاقتصادية تتبع أسلوب ما يسمى عالميا بالفاير فايتنج، يعني إطفاء الحراق. ليس هناك رؤية، ليس هناك فيجن للمستقبل، أنه كيف يكون الاقتصاد، كيف يكون التخطيط لهذا الوضع. هذه الإجراءات الحقيقة مثل ما تفضلتوا في تقريركم سوف تضر الطبقات ذات الدخل المحدود، وأكثر من طبقات ذات الدخل المحدود سوف تضر الطبقة من العراقيين الذين يصل عددهم إلى 11 مليون شخص واللي هم تحت خط الفقر، وهؤلاء لا دخل لهم إطلاقا في هذا الموضوع. كل ما سوته الحكومة العراقية للأسف من هذا الإجراء هو تريد توفر ما يقارب حوالي 13 إلى 14 تريليون دينار عراقي سنويا، هو فارق بين سعر الصرف اللي تبيعه للبنك المركزي العراقي. طيب، حتى تستطيع أن تدفع رواتب الموظفين. نعم نعم، ويكون ذلك على حساب الموظف وغيره. إذن أيضا كيف رأيت بيان البنك المركزي سيد الأسدي، يعني ويقول بأن التخفيض سيكون لمرة واحدة ولن يتكرر؟ أكيد، مع أني أعتقد أنه لا زال رغم هذا رفع سعر صرف الدينار العراقي هو لم تأخذ العملة العراقية قيمتها الحقيقية في السوق قياسا للعملات المتداولة بالنسبة للدول المجاورة الدول الأخرى. أنا شخصيا لست ضد أي إجراء ممكن من خلاله أن نحسن أو نحسن من أداء الاقتصاد العراقي، لكن هل المفروض أن يكون هذا الإجراء بمجرد رفع سعر الصرف فقط هو هذا إجراء كافي؟ يعني يجب أولا أحنا أن تكون هناك إجراءات أخرى. لما سيد وزير المالية وكافة المسؤولين يتحدثون بل يتشدقون بأن هذا الإجراء سوف يساهم في دعم الصناعة العراقية، سيدي هي أين الصناعة العراقية اللي أنتم فعلتوها أو خلقتوها حتى هذا يساهم فيها؟ وين الصناعة العراقية؟ المفروض هذا الإجراء كان يجي بعد إجراء أو خطوات تسبقها، مثل دعم القطاع الخاص العراقي، دعم الصناعة العراقية، توفير الأجواء المناسبة لها، كذلك تهيئة البيئة الزراعية الملائمة للمزارع العراقي حتى لا يتضرر
اليوم حتى المزارع العراقي ويعتمد على الاستيراد بشكل أو بآخر على البذور والأسمدة وربما المكننة وأمور أخرى كثيرة، وهذا راح يتضرر بشكل أو بآخر. هذا الإجراء كان ممكن يفيد لو كان محسوب بشكل صحيح كإجراء من ضمن حزمة أو مجموعة من الإجراءات الأخرى. نعم. أيضا بخصوص يعني تبعية السياسة الاقتصادية سيد الأسدي، هل يعني للبلد يجب أن تأتي وفق طموحات السياسيين أم وفق مصلحة البلد والمصلحة العامة؟ أنا الحقيقة ابتداء لا أعتمد هذا المصطلح سياسة اقتصادية. ليس هناك سياسة، السياسة يعني تخطيط، السياسة يعني رؤية، السياسة يعني برمجة، السياسة يعني مراقبة. ليس هناك شيء من هذا القبيل في العراق، احنا نعتمد حالات رد الفعل فقط. أما مجموعة السياسيين العراقيين فبرمتهم، نعم، فأعتقد ارتكج وكل الإعلام وحتى السوشيال ميديا لاحظنا أنه ليس هناك اعتراض على هذه الخطوة، مع العلم بأن هكذا إجراء لما يصير، بما أن السيد مخيف محافظ البنك المركزي ومرشح لإحدى الكتل السياسية وليس مرشح تكنوقراط كما يقولون، مرشح لإحدى الكتل السياسية، فلو قام بهكذا إجراء لاستغلت باقي الكتل السياسية هذا الإجراء في التشهير بهذه الكتلة أو بمن قام به. لكن الكل جميع سكت لأنهم كلهم مستفيدين، يعني خصوصا الأسبوعين الماضية لما تسربت هاي الدعاية وكان البنك المركزي بعد يبيع الدولار ب 1182 ويباع في السوق الحوالي ب 1350، كان هناك فارق سعري كبير بين هذا السعرين. نعم. ونحن نعرف، نعم، أن كل المصارف الخاصة التي تدخل في مزاد بيع الدولار هي واجهات تجارية لأحزاب سياسية وشخصيات متنفذة. نعم. قد استفادت بعشرات مليارات الدنانير العراقية خلال أيام معدودة. نعم. سيد حسن الأسدي الباحث في الشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا. قطع متظاهرون غاضبون في البصرة طرقا رئيسة مؤدية إلى منشآت نفطية، فضلا عن إغلاق جسور احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم ضمن مخصصات 30,000 فرصة. مراسلنا نقل عن شهود عيان قولهم إن آلافا من المعنيين أو المعينين بأجور يومية تظاهروا لعدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ 9 أشهر، مضيفين أنهم شلوا حركة السير بين مناطق المحافظة، كما أغلقوا الطرق المؤدية إلى شركة مصافي نفط الجنوب وميناء أم قصر. تتصاعد التحذيرات من صراع حزبي جديد على المناصب والنفوذ في المحافظات الجنوبية قبيل استحقاق 6 من حزيران المقبل، حيث تحاول من خلاله جهات سياسية حصد أكبر عدد من المكاسب في الانتخابات المقبلة، وكذلك حصر منافستها بعدد محدود من الأحزاب الجديدة والناشئة. صراع محموم يستبق الانتخابات على أكثر من صعيد، بدأته الأحزاب باقتتال سياسي على المناصب الإدارية في المحافظات الجنوبية، مكاسب الأحزاب تستبيح المحظور وتفجر أزمات داخلية. في مهمة مضاعفة حظوظها في الاقتراع المقبل، تحاول جهات متنفذة الهيمنة على القرار السياسي لتلك المحافظات للخلاص من حراك تشرين، مرة بالقتل والخطف وأخرى بالتهديد، لكن الحراك الذي غير قواعد اللعبة تتناسى الأحزاب نفسها أنه غير حكومة وقانونا انتخابيا. السياسيين عدوا العدة، ومن يرغب بالدخول بالعمل السياسي غادروا الساحات وعدوا العدة للمواجهة الأخرى. بعد الزناد
تحاول جهات متنفذة وضع يدها على المناصب للاستفادة منها انتخابيا بخلط الأوراق وخلق الفوضى، طريق تسلكه قوى سياسية لتعكير أجواء الانتخابات المقبلة وحصر التنافس في الدوائر الانتخابية بين أحزابها المعمرة. بعد يومين من حرمانه المشاركة في الانتخابات على خلفية عشرات قضايا الفساد، أعلن النائب السابق أحمد الجبوري أبو مازن انضمامه إلى تحالف جديد. الاصطفاف هذا وصف بأنه ارتماء إلى تحالفات جديدة بهدف الاحتماء من قرارات قضائية أخرى متوقعة في إطار الملاحقات القانونية. النشرة مستمرة وفيها أيضا: محمية حكومية في مندلي تربي الغزلان النادرة، وخبراء الزراعة يقولون التربة الرملية تدفعها إلى الانتحار. منتجو المدقوكة في بدرة يجهزون البلاد من الشمال إلى الجنوب، البصار ويفضلونها من الأشرس، واستخدامات البصال تلائم الزهدي. أهلا بكم من جديد. أبو غريب بمعامله الثلاثة، الرافدين ودجلة والفرات ينافس المستورد، وشركات تركية تحسن ألبان بغداد. معمل أبو غريب واحد من أكبر وأهم معامل الألبان في العراق، التابع للشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن. يضم المعمل ثلاثة مصانع وهي الرافدين لصناعة اللبن، ودجلة للأجبان، والفرات لإنتاج الحليب. يعتمد المعمل على المواد المحلية في إنتاج الألبان، فالحليب الخام يجمع في مراكز تابعة للشركة في بغداد وباقي المدن، والعاملون هنا أكدوا ليو تي في خلو المنتج من أي مادة حافظة، مما يجعله أفضل من المستورد الذي لا يمكن أن يصل إلى الأسواق دون مواد الحفظ. المواطن والمستهلك يعرف بأن المادة الحافظة سلبياتها مستقبليا شنو، لأن تحتوي على مواد مسرطنة. فمنتوجاتنا بكل أنواعها، كل منتوجاتنا ما تحتوي على أي مادة حافظة. إنتاج هذا المعمل يعتمد على العرض والطلب في الأسواق المحلية، لكنه يصل في أغلب الأحيان إلى 50 طن يومياً في ظل وجود منافسة مع المنتوج المستورد، والذي يعتبر أحد الأسباب التي تحد من رواج المنتج المحلي بالرغم من وجود قرارات حكومية تخص حماية المنتج المحلي. كل المنتجات العربية والأجنبية تدخل بلدنا تأثر علينا تأثير سلبي كلش كبير، من ناحية الكميات تطرح بكلش كبيرة، يعني ضيقت مساحة المنافسة بالنسبة لنا. ثلاثة مصانع تابعة للشركة العامة للصناعة الغذائية موزعة في المحافظات بغداد ونينوى والديوانية، عدد العاملين فيها يصل إلى 2600 موظف. في بغداد تم إدخال أحد الشركات التركية كمستثمر لتحسين الإنتاج كماً ونوعاً، على اعتبار أن الأتراك يمتلكون الخبرة في صناعة الألبان بانتظار طفرة في كميات التسويق. من بغداد، أحمد مؤيد، يو تي في. بطاقة إنتاجية تقدر ب4000 طن في اليوم يسد القطاع الأهلي في باب الحاجة التموينية من السكر الأبيض، فيما يستورد المواد الأولية الخام من البرازيل وينافس فيه المستورد بنصف القيمة. بطاقة إنتاجية تقدر ب4000 طن في اليوم الواحد تسد شركة الاتحاد المالكة لمعمل السكر في باب الحاجة السوق المحلية والبطاقة التموينية من مادة السكر الأبيض. المعمل الذي صممته شركة BMI الألمانية ب8 محطات إنتاجية يستورد المواد الأولية الخام من البرازيل، والتي تعد من أجود الدول في تصدير السكر الخام.
يورد السكر الخام لمصنع شركة الاتحاد من قبل شركات عالمية وبالأخص من البرازيل. هذا السكر ينقل من موانئ البصرة إلى الاتحاد عن طريق أسطول النقل الخاص بشركة الاتحاد والمكون من 200 شاحنة. السكر دائما عندما يكون المنتج محلي يكون ينافس المستورد من ناحية السعر. سعر سكر الاتحاد أقل من السكر المستورد. الكادر الوظيفي في شركة الاتحاد مصنع تكرير السكر يقدر ما يقارب 2000 موظف. سد حاجة السوق المحلية والبطاقة التموينية إضافة إلى تسويق السكر إلى شركات البيبسي وغيرها يتطلب مواصفات عالية مطابقة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية. لون السكر الأبيض حسب المواصفة العراقية هو 60، كل ما انخفض اللون كل ما زاد درجة النقاوة. احنا الآن استندرنا بداخل المصنع 35 فما دون، أي أفضل بكثير من المواصفة العراقية. سكر الاتحاد منتوج محلي نافس المستورد في السوق المحلية بأسعاره البسيطة قياسا بأسعار المستورد التي تصل إلى 1500 دينار للكيلو الواحد. ما لا أي منافس هسه بالسوق. الواحد كان ينباع سعر الشكر ب33 و400، اليوم صار 34 و400، وظل تقريبا محافظ على أسعار المفرد 750 دينار الكيلو. إلى جانب معمل السكر التابع لشركة الاتحاد، تنتج الشركة بمعمل خاص الزيوت النباتية بطاقة إنتاجية تقدر ب3200 طن في اليوم الواحد، تسد حاجة السوق المحلية والبطاقة التموينية من المنتوج. من باب الحيدر الشلبي، يو تي في. يشتهر قضاء بدرة في واسط بالمدقوقة والمعسل والدبس، وتجهز البلاد من الشمال إلى الجنوب. يقول صانعها في بدرة إن زبائنه من البصرة يفضلون الأشرس، فيما استخدامات المصالوى تلائم الزهدي. عبد الرحيم من أهالي بدرة، فلاح أشتغل جدا عنب، وعندي محل ما بيع التمور وأعمل المدقوقة والتمر مدبس. مدقوقة أكو يطير من التمر الأشرسي ومن التمر الزهدي. التمر الأشرسي أطيب وأجود، التمر الأشرسي مشهور ببدرة، من أجود وعند التمور في بدرة الأشرسي. نجيب السمسم من دقه اول مره بالجاون، من دقه بالجاون بعدين نجيب الاشرسي، الاشرسي ندقه ونحط عليه سمسم وجوز وراشي وندقه يتكون المدقوقه. اجود تمور بدره، لان اجود احسن انواع تمور بدره هو لان تتبع الاراضي مالنا، اراضي مالحه والماء مالح، وجونا يختلف عن جو البصره وجو الدياله، جونا يختلف لان الى شو اسمه تاثير على الانتاج. مبيعات زين الحمد لله شكرا. انا مشهور بدر، عسى حد يجوا من الموصل، يجون من البصره، من الحي، من الكوت، من بغداد، يخبروني على التمر. المحافظات يجون ياخذون مثلا ابو البصره ياخذ مني 10 سي، 10 سي ما عندهم. ابو موصل ياخذ مني 10 سي وزهدي. ابو بغداد ياخذ مني مثلا جمال الدين، انواع التمور، كل انواع التمور بدر. هذا جو متكون من خشب التوت والجود. عندك به السمسم والتمر الاشرتي، يطير ما تقول. المدقوقة صحيا يقوي الجسم، يقوي الجسم ما بيأثر على الجسم. محمية غزلان مندلي تضم أكثر من 400 غزال، وهو العدد الأكبر من غزلان الريم العربية النادرة في العراق. يبلغ سعر الزوج منها بنحو 3000 دولار، وهو ما يدفع محبيه في دول الخليج وغيرها إلى تقديم عروض لشراء هذا النوع النادر. هذه محمية حكومية تضم أكبر عدد من غزال الريم العربي النادر. المحمية الواقعة في مدينة مندلي الحدودية مع إيران تمتد على مساحة 400 دونم، وفيها حاليا أكثر من 400 غزال جرى تكثيرها من أصل 18 رأسا، كانت موجودة في المحمية عند تأسيسها قبل 7 سنوات. وعلى مدار الساعة يحرس محمد حمزة الغزلان من الحيوانات المفترسة. حيوانات تأذيهن هنا مثل الذيب، الضبع، الواوي، هذا الهان الموجودات في المنطقة. أبرز خصائص غزال الريم العربي جماله ورشاقته وسرعته وذكاؤه الذي يجعل محاولات الاقتراب منه أو صيده بالغة الصعوبة، ف
فضلا عن قدرته على التكاثر مرتين سنويا في حال توفر الظروف الطبيعية الملائمة. يحتاج إلى أراضي صخرية جبلية يحد به الأظافر اللي عنده من خلاله، يعني يقدر ينطلق ويتحرك بالهواء الطلق فيه وداخل الوديان وداخل الخرور الموجودة في المشروع. أما إذا ماكو هي شحالة يعني على تربة طينية أو تربة رملية، فيضطر الحيوان إلى الانتحار، يمتنع عن الأكل، يمتنع عن المراوضة. وبحسب إدارة زراعة مندلي، فإن غزال الريم هو الأكثر ندرة والأعلى سعرا في العراق والعالم، إذ يبلغ ثمن الزوج الواحد منه 3000 دولار، ما يدفع محبيه في دول الخليج إلى تقديم عروض لشرائه بين حين وآخر. ويأمل المشرفون على محمية غزلان مندلي بأن تحظى المحمية بدعم يسهم في تحويلها إلى مقصد سياحي وإلى مشروع اقتصادي يسوق الغزلان العراقية النادرة إلى الخارج. علي العنبقي، ديالى، يو تي في. الموج في بحر البصرة غدا الاثنين خفيف إلى معتدل، يصل ارتفاعه أحيانا إلى 3 أقدام. أما الرياح فهي شمالية غربية تصل سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة، طبقا للرصد البحري في شركة مواني العراق. يو تي في تتمنى السلامة لطواقمنا البحرية على متن السفن ولزوارق الصيادين. وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جرس المصارف يدق الدولار ب1450 دينارا، والكاظمي يفسر ما يحدث، عملية قيصرية. وزير المالية يتوقع نشاطا للقطاع الخاص بعد تغيير سعر العملة، ومستشار الكاظمي قلق على ذوي الدخل المحدود. الإصلاحات المؤلمة بدأت، العراق يخفض قيمة الدينار 20%، ولا تلاعب بالرواتب حتى الآن. وفي البصرة متظاهرون غاضبون من تأخر رواتبهم، يقطعون الطرق المؤدية إلى المنشآت النفطية. مشاهدينا، كل القصص والحكايات التي شاهدناها قبل قليل في نشرتنا هذه ستجدونها على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. أترككم في رعاية الله.